السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسلة ما الفرق بين. الفرق بين communicate, contact and connect. نبدأ بالcommunicate. communicate معناها يتواصل ويتفاهم، ودايما بيجي معها حرف الجر with. على سبيل المثال most companies communicate with each other, يعني معظم الشركات بتتفاهم مع بعض باستخدام اللغة الإنجليزية. إنما contact معناها يتصل بي. على سبيل المثال you can always contact me on my home number, on my home number. إنما connect معناها يصل أو يربط بين شيئين. على سبيل المثال Cairo Metro connects many parts of Cairo together.